أنا بدأت فولي في النادي النصر سنة 91، كان عندي 8 سنين ساعتها، وبدأ الموضوع بقى. قعدت في نادي النصر من وأنا عندي 8 سنين لحد 19 سنة. بعد كده رحت لنادي الطيران، اشتراني من نادي النصر ولعبت هناك 4 سنين. يمكن المرحلة الانتقالية بتاعت ال4 سنين بتوع نادي الطيران دول أكتر حاجة فرقت معايا، وخدت فرصة أكبر واتشفت بشكل أكبر. بعد كده في سنة 2006 جالي عرض من النادي الأهلي، والحمد لله ربنا وفقني، قدرت إن أنا أتحرك يعني أجي نادي الطيران، من أجي النادي الأهلي من نادي الطيران. وبس من 2006 لحد 2020 في النادي الأهلي 14 موسم. يمكن من الناس اللي أنا لعبت أهلي وزمالك، يعني فترة في النص رحت نادي الزمالك سنتين. لا بس في اختلاف كبير جدا بين النادي الأهلي وأي مكان تاني. يعني أنت في النادي الأهلي بتبني تاريخ كبير لنفسك، النادي الاهلي بيساعدك في وجودك في المنتخب، بيساعدك ان انت تبقى ليك اسم، تظهر بشكل اكبر، تقدر تكسب بطولات بشكل كبير جدا في وجودك بسبب وجودك في النادي الاهلي. انا كسبان مع النادي الاهلي تقريبا 30 بطوله مع غير اللي مع منتخب مصر. فلا طبعا اضافه كبيره جدا جدا لاي لعيب انه يكون متواجد جوه النادي الاهلي. اي حد بيخش النادي الاهلي يعني في دايما حاجه بنقولها كده، ان اللعيب في اول سنه ليه في النادي الاهلي دايما بيبقى حاسس انه في حاجه مش يعني هو مش فاهمها او وضع غريب عليه، لحد ما يبدا يمشي على القواعد دي ويمشي على الموضوع، ايه اللي مسموح لك تتكلم فيه، ايه اللي مسموح، ايه حدودك، ايه مطلوب منك، ايه حقوقك وايه الواجبات اللي عليك. فده بيصنع نوع من روح غير طبيعيه. الضغط، لعيب النادي الاهلي دايما يحب يلعب تحت الضغط، ما يحبش يلعب على بطوله سهله. البطوله السهله بالنسبه له بالعكس تخافي منها، انما لما تحط تحت ضغط وبطولات صعبه ونروح بطوله احنا مش مرشح الاول ليها او اي حاجه، لا دي بتبقى تارجت كبير جدا، احنا لازم نكسب البطوله دي. وده اللي كان بيحصل الحمد لله بشكل مستمر. يعني اعتقد كل بطوله كانت صعبه، كل موقف كان صعب. لما بتحس ان انت مجلس الاداره المسؤولين وراك حاسين المشاكل اللي انت فيها، الضغط اللي انت فيه، وتلاقيهم يجوا يرفعوا عندك الضغط. ممكن بقول لك بطوله افريقيا ان احنا كناش مسافرين والفرقه خسرانه بطوله الدوري على شوطين في اخر يوم، كان كلام كتير ساعتها. حصل اجتماع مع اللعيبه ومفيش حاجه اسمها احنا مش هنروح البطوله عشان احنا خسرنا الدوري، احنا هنروح البطوله وما لناش دعوه بالدوري او هتروح البطوله. وفعلا الحمد لله رحنا وكسبنا لا والكلام ده قرر كتير. يعني ممكن كل سنه يبقى فيها مواقف صعبه وبتعديها ولازم تفتكريها، يعني كل سنه من السنين، يعني كل بطوله ليها ذكرياتها. يعني يمكن انا اخر موسم ليا ده فعلا كان صعب، بس ممكن اقول لك ان انا يعني من نوع الشخصيه اللي انا بحب اهل نفسي للمواقف، ما بحبش ان انا اسيب نفسي للصدمه اللي هو انت مره واحده انت ما بتلعبش. لا يعني كنت بحاول ان انا خلال الفتره اللي هي اخر سنه او سنتين دول اللي انا مجهز نفسي نفسيا ان خلاص ان انت هتبطل دي قريب، فلازم تبقى جاهز لها وتفكر بقى في نيكست ستيب دي هتعمل فيها ايه. بس هو جمهور النادي الاهلي هو الدافع لكل حاجه. هو النادي الاهلي يعني انت ليه بتحط تحت ضغط في اي بطوله؟ لان انت عارفه ان جمهور النادي الاهلي هو مش هيقبل بحاجه غير كده. هو نقدر نقول ان جمهور النادي الاهلي هو الوقود اللي بيحرك النادي اصلا. فانت لعيب جوه النادي الاهلي، لبست تيشيرت النادي الاهلي، لازم تبقى عارف انت مش مطلوب منك غير ان تبقى نمره واحد في اي حاجه. وانا يعني اعتقد ان انا من الناس اللي انا كان ليا علاقه خاصه بجمهور الاهلي، وان انا يعني بالنسبه لي ان هو وجودهم في المدرجات او الكلام ده كله يمكن كان بالنسبه لي اهم مثلا من الماتش نفسه. لا هو طبعا هو بيخلق روح الفانله، بيخلق ان اللعيب اللي لبس هو بيحس ان الفانله دي تقيله قوي بسبب ان اللي حواليك انت خلاص ما عندكش تارجت غير رقم واحد، فانت ما بتفكرش غير انت تبقى احسن واحد وتبقى طول الوقت بتكسبه. فده ضغط كبير جدا، بس طبعا هو الاساس. اسست اكاديميه للكره الطايره، يعني زي نادي خاص بالكره الطايره، بس معايا مجموعه كبيره جدا من نجوم برضو نفس الجيل بتاعنا، ويمكن كابتن وائل عادي وكابتن اشرف يعني مجموعه كبيره، وكابتن اشرف وكابتن محمد السيد. فمجموعه كبيره اسسنا حاجه متخصصه للكره الطايره بره المجال الانديه خالص. بنعمل الفرق اللي احنا الخاصه بينا، بناسسها، عايزين نتجنب اي اخطاء شفناها في الروتين بشكل كبير. فالموضوع ممتع جدا ان انت بتصنع حاجه جديده، وفي نفس الوقت متعب جدا ومحتاج لود، بس هو فيه جزء كبير جدا من الامتاع ان انت بتحقق اللي انت حاجات اللي انت شايفها ممكن تعملها انت ما تفرطلكش مثلا، او افكار عندك شخصيه ممكن الظروف ما تساعدكش ان انت تنفذها. انما في الفكر الخاص او ان انت تنفذ شغلك الخاص ده شغل جزء متعب وممتع في نفس الوقت.
بس الحمد لله يعني نتائجه كويسه الحمد لله لحد دلوقتي. جمهور النادي الاهلي اقدر اقول لهم ان انا وحشني جدا ان انا اكون في الملعب وهم موجودين حواليا، ويمكن انا يعني من الناس اللي اليومين اللي فاتوا دول موضوع ان وجود الجمهور في الماتشات والكلام ده كله، ان انا بحجز مكاني مع وسطيهم، ان انا فعلا بحس ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي قبل ما اكون لعيب في النادي الاهلي او كنت لعيب في النادي الاهلي. بالنسبه للفريق الحالي اقول لهم المسؤوليه كبيره جدا، في كلمه كابتن ميدو قالها لنا يوم ماتش اعتزاله، اللي بيروح ما بيرجعش، فما تضيعش اي فرصه في ايدك دلوقتي ان انت تكسب وتعمل تاريخ، لان فعلا البطوله اللي بتروح ما بترجعش، وكل ده بيجي من العرق والتعب هنا في الصاله وفي التمرين وحياتك كلها بتتحول، لان عمر الرياضي قصير، استغل كل وقت فيه عشان تقدر تحقق نجاحاتك.